يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة صفحة الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وهنلف بلدنا على العجله. دي مبادره لتشجيع المصريين بمختلف يعني انواع البشر، كلهم مدعوين لممارسه الرياضه وتحديدا ركوب العجل، ومش بس ركوب العجل او الدراجات يعني في نطاق ضيق، لا ده كمان الدعوه مفتوحه للسفر ما بين محافظات مصر المختلفه من خلال العجل. عموما هي مبادره يعني جديره بان احنا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيلها، وهنعرف التفاصيل دي من الاستاذ محمد المصري مؤسس مبادره هنلف بلدنا بالعجله. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. ومبادره حلوه جدا، وانت الموضوع مش وليد امبارح او النهارده، انت من 2014 في هذه المبادره، وكان ليك برضه علاقه بمبادره بتاعه درجتك صحتك واتكرمت على اساسها. يعني ايه حكايتك لاولا حبك للعجل؟ ايه جت منين؟ يعني خلينا نعرف. اولا انا سعيد جدا ان انا يعني ضيف في قناه الاهلي. ثانيا المبادره بتاعتي اسمها هنشوف بلدنا على العجله، هي مبادرة أطلقتها في 2014 شهر 8 بالتحديد. أنا اسمي محمد محمود أبو عزيزة الشهير بمحمد المصري، من قرية حس طبار بمركز بسيون بمحافظة الغربية. طبعا مركز بسيون غني عن التعريف. وإحنا كشباب أخذنا الكابتن محمد صلاح نموذج مشرف وتشجيع لنا في حياتنا. السفر بالعجلة هو جزء من حياتي حاليا. الناس كمان يعني في بداية الكلام عايز أقول إن أنا مش متفرغ، أو مش دي الحياة الأساسية في حياتي، فمقيم بيها. دي هوايتك أو ده الشغف بتاعك؟ بالظبط، كل شخص مننا بيكون عنده الهواية وعنده المهنة، ولكن الفرق إزاي اللي هو يجمع بينهم الاتنين. وحضرتك طبيعة شغلك الأصلية إيه ومهنتك؟ طبيعة شغلي الأساسية أنا نجار موبيليا، عندي ورشة موبيليا، والدي اللي معلمنا في الورشة ديت، فالحمد لله أساسنا وشغلنا هو الموبيليا. ولكن شكلك العام لا يوحي ان انت من بسيون، ولا يوحي ان دي خلفيتك المهنيه. ربنا يبارك في عمرك. تسلم. اتفضل. فدي شغلتي، علشان الناس بتقول مامته وباباه اللي بيصرف عليه. انا من قريه ريفيه بسيطه جدا، عايش في مجتمع ريفي، بشتغل بضغط وبضغط نفسي في الشغل وفي العمل علشان اقدر افرغ الطاقه السلبيه او الطاقه اللي عندي على الطريق، اشوف اماكن جديده ما اعرفهاش. ليه اخترت العجله؟ حلو ده. ليه اخترت العجله؟ العجله بتخليني جزء من الطبيعه اللي بمر بيها، بكتشف كل تفاصيل اللي انا بمر بيها. طبعا في الفتره الاخيره طبعا كنا بنعاني معاناه شديده، الناس مش متقبله الفكره، الاهل نفسهم برضو انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انتوا بتنزلوا جروبس، يعني في البعض بيبقى في الشارع بتبقوا عدد، فالناس مش متقبله الفكره، ولا ايه اللي مش هو مش متقبل فكره العجله اساسا، يعني سواء فرد بشخصه او سواء مجموعه. ولكن احنا حاليا في الوقت اللي احنا فيه، بعد ما سياده الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك الرياضه امن قومي، تمام، ويشدد على الامر ده واهتم بالرياضه وبيهتم يعني بالاخص الدرجات، وبدا ان هو يركب وينزل ويتمرن وينزل ويشارك مع الشباب، فبقى امر واقع خلاص. بقى امر واقع، وبدات الناس يكون عندها وعي، وهو ده اللي احنا كنا بنعاني منه. احنا محتاجين يكون في وعي علشان الناس تحترمنا على الطريق. احنا لنا اصدقاء بيموتوا كتير ومات كتير. والله مات شباب كتيره جدا، واخرهم صديقنا الكابتن. لا معلش، بيموتوا وانتوا بتلفوا جروب مع بعض؟ بالظبط كده. والله عربيه بتخبطه وبتكون متعمده، يعني لنا صديق الكابتن كيكي في اسوان، احمد كيكي، كان نموذج مشرف جدا للشباب، وبدا عمل طفره كبيره جدا في مجال الدرجات، ولكن القدر. فاحنا عشان كده بنقول عايزين توعيه. يعني كان اوقات بيبقى قصده ان هو يخبط الشخص. ايه ده؟ في هو كده احنا مش عايزين توعيه، احنا كده عايزين تربيه. تربيه. والله برافو عليك. ما هي علشان الناس ما عندهاش فكره. انا عايز اقول لحضرتك، بنكون ماشيين تلاقي العربيه جايه انت بقول لك ده ماشي، هو بيعمل ايه اللي بيعمله ده؟ اللي هو بيعمله ده راكب عجله؟ في حد بيركب عجله؟ جدا. في حد بيركب عجله؟ في على فكره. انت بتعمل حاجه مالهاش 30 لازمه. روح شوف لك شغلانه. ما سالناش رايك برضو. ايه ده انت عصبتني؟ تتعصب؟ حاجه بجد، حاجه مؤسفه جدا ان انت بتتكلم. لا بس يعني كان في صوره تحت الميه، لا اشرح لنا اكتر لو نرجع لها. يا ريت الصوره ترجع. دي صوره لطيفه جدا، وكانت نقله في حياتي كبيره جدا الصوره ديت، لان انا مؤمن دايما بمقوله دايما بقولها لنفسي: إذا أردت أن تحصل على أشياء لم تحصل عليها من قبل، فعليك أن تفعل أفعال لم تفعلها من قبل. أيوة مظبوط. كلنا بنركب عجل، بس أنت تكون مختلف. ده اختلاف شديد. في اختلاف أكتر من كده. دي كانت رحلة من بسيون لدهب بالعجلة،
وصلت في 8 ايام وقررت. لا معلش ثانيه واحده، رحله من بسيون من طنطا لدهب 8 ايام على الطريق. تحت المايه دي كانت لا فين؟ لا طبعا. لا انا فاهمه، بس تحت المايه دي كانت فين يعني؟ في دهب دي. بعد ما وصلت دهب بالظبط. قررت ان انا اغطس بالعجله وبالشيل بتاعتي وبالخوذه، حتى فريق الغطس قال لي انت مجنون، انت بتعمله ده؟ قلت لهم هو الجنون واللحظه دي اللي انا هعيشها. العجله كنت اخترت عجله معينه علشان تستحمل معايا، كانت العجله دي موديل مش منتشر اسمه جالاكسي، فنزلت بيها تحت المايه. الصوره ديت يمكن المصنع انا ما تهيأليش ان الصوره دي في زيها في العالم كله معايا يعني، دي لقطه ما اعتقدش ان حد خدها قبل كده بعجله تحت المايه، دي جديده على الاقل. في ناس اتجوزت تحت المايه بس العجله بس عجله لا. اللي كمان الصوره ديت صفحات دهب كلها نزلتها، يعني هي كانت دعم للسياحه. احنا بنتكلم كمان ان احنا بنعمل دعم للسياحه الداخليه بقدر ما يعني بنقدر، زي ما بنعمل يعني بنحاول بقدر الامكان نلفت انتباه الناس. فاذا كده اذا اردت ان تحصل على اشياء لم تحصل عليها من قبل فعليك ان تفعل افعال لم تفعلها من قبل. الحلو فيك كمان يا محمد ان انت بتاخد شغفك الشخصي ومش بتحتفظ بيه لنفسك من خلال ممارستك مثلا لركوب الدراجات، لا ده انت بتحول شغفك لمبادرات مختلفه كلها فيها توعيه وفيها تنميه وفيها يعني بتحاول تخلي الناس تتفرج على جمال بلدنا وتقدم لهم نصيحه لممارسه الرياضه. حلو ان انت بتحول ده لمبادرات يعني عامه. ما هو ده اللي بنتكلم فيه، يعني في شباب دايما يقول لك يا عم انت بتحب الشوق واللقطه. انا كمحمد بحب الشوق واللقطه علشان الشوق واللقطه على فكره مش غلط يعني، علشان ابين جمال بلدي للناس وانا بعمل رحله لنفسي بس، ما انا بعمل رحله ليا وليك، شوف عيون مصر بعيوني، زي ما انا احيانا 90% من الاماكن اللي رحتها ما رحتهاش عشان شوف يعني شفتها في كتب عندنا او شفتها في التلفزيون، شفتها الاجانب جم نزلوا مصر وورونا الاماكن دي. احنا كمصريين فين دورنا ان احنا نسهر الاماكن دي؟ ايوه. فين الاجانب بتيجي من جميع انحاء الدول وعايزين يستقروا في مصر؟ احنا بنطالب ان احنا نطلع بره مصر واحنا ما نعرفش غير القلعه والاهرامات. احنا عندنا لما ننزل الصحراء شوف جبال الكريستال في الواحات البحريه والفرافره، شوف الصحراء البيضاء اللي كانت قاع بحر والصخور تكونت بقت على هيئه حمام وعلى هيئه بني ادمين. والله برافو عليك. انت عندك كام فولور تقريبا يعني؟ عندي على الاكونت الشخصي بتاعي 50,000، عندي على البيج الرسمي اللي هنشوف بلدنا على العجله 54,000. وفي ازدياد يعني حلو جدا. لا وكمان الريتش عندي، انا مش مهتم بالعدد بالظبط ولكن الريتش عندي عالي جدا. انا عندي في احصائيه كل فتره بدخل اشوفها على كل 28 يوم بتنزل بالظبط على البيج الرسمي اللي هنشوف بلدنا على العجله، بلاقيها معديه مثلا 800,000. حلو جدا. فالريتش عندي كويس وعالي. الناس عندي يعني في بعض المعدين لبعض القنوات الفضائيه متابعين الصفحه عندي، المكان اللي بروحه يدخلوا يكلموني ويروحوا يصوروا فيه. الجزء الثالث لمسلسل ابو العروسه ده اتصور بعد ما انا كنت نزلت في 2015 الشخلوبه، محدش كان يعرف عنها حاجه. فده لفتة جميلة، أنا بكون مبسوط، مش شرط إن أنا أكون ضيف في البرنامج، مش شرط إن أنا، ولكن أنت قدمت حاجة مفيدة بالزبط للمجتمع. أنا بكون سعيد جدا. حلو. عشان كده دايما بقول لعجلتي، بقول إن عشقي لدراجتي حقق حلم طفولتي، فخطيت الليل والنهار بين الجبال والأغوار، ورفعت أعلام بلادي على منصات الانتصار، فأنت يا مصر أسنى غايتي ورسالة السلام في ذاب عودتي، لأن أنا بوصل رسالة للعالم بأن طرق مصر تتمتع بالأمن والأمان عبر الطرق الصحراوية والزراعية. بوصل رسالة إن إحنا ما نعرفش عن مصر حاجة، شوفوا الجمال. في كرة فيها جمال، هو ده الريف في حاجة اسمها السياحة الريفية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية. تمام. إحنا عندنا في وزارة الشباب والرياضة إحنا طالبنا إن إحنا نطبق قسم السياحة الرياضية، مش مفعل. تمام. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بسم الله ما شاء الله وزير نشيط، ولكن عايزين احنا بنطالب ان عايزين الرياضه الدرجات ديت في حاجات كتير جدا هتبرز معالم الموجوده. انت ملف السياحه الرياضيه ده لازم تكون تشتغل بيه على تشتغل فيه مع بالتنسيق مع الوزاره. انا بكلمك بجد سواء وزاره السياحه او وزاره الشباب والرياضه، لان احنا محتاجين نماذج زي دي اصلا. طبعا. يعني احنا عمالين نقول السياحه الرياضيه السياحه الرياضيه، انت عندك نموذج مصري قايم بالدور ده من غير حتى صحيح. ما يبقى بشكل رسمي اوفيشال موجود بالزبط. فانت ده اللي احنا محتاجينه. احنا عندنا كمان، ما هو ده احنا بنعاني من نقطه مهمه جدا، احنا مهمشين. انا كمحمد مهمش ازاي؟ في مش بالشرط، انا كان في فكره في رحاله كتير قوي، في ناس بتسافر كتير، ولكن ممكن يكون في مهرجان للدرجات بينعمل
ما يجيش محمد اللي يمثله، يجيب حد لا يفقه حي عن المجال ده يمثله. تمام. الدوله النهارده شغاله بسياسه جميله جدا، افتتاحات المدن الجديده اللي بتتعمل بتنفتح بمهرجان درجات، فبتدي لفته جميله وبتبين، يعني انا عامل ماراثون درجات وببين معالم المكان الجديد. وكان ليا فخر وشرف ان انا اكون جزء من افتتاح جزء المرحله الاولى والثانيه في العالمين. تمام. وكنت مرافق شخصي لرئيس مجلس الوزراء في المرحله الاولى. طبعا مهمش، ليه عايز ايه تاني؟ ما هو لا مش عارف انا حلو مش مهمش مين ما حلو ده احنا اللي مهمشين. لا لا والله، يعني المقصد احنا عايزين نكون موجودين في وسط الحاجات ديت، متطوعين بدون اي مقابل. احنا بنحب بلدنا. الرئيس بادئ يشتغل، احنا كشباب عايزين نشتغل معاه. تمام. المدن الجديده النهارده بيعمل بنيه اساسيه لكل وبنيه تحتيه لكل شيء، لرياضه الدرجات، لرياضه المشي، كل شيء النهارده بينعمل. صحيح، بيتربط بالرياضه ده كشباب. احنا متحمسين، عايزين نشتغل. طب انا عايز اسالك بقى اكتر عن المبادره، عشان لو حد بيتفرج علينا وانترستد ان هو يروح، يعني عنده الرغبه. انت ممكن مثلا بتمشي من منطقه لمنطقه، من محافظه لمحافظه، بيبقى في ستوب او في بريك في النص، يعني كلمنا اكتر الصعوبه بتبقى ازاي؟ مش كل الناس بتقدر تمشي مسافات طويله كده بالعجل، ففهم الناس اكتر ازاي ده بيتم. زي اللي حصل معاك في رحله الثمان ايام دي اللي ما بين مثلا، وفي 16 يوم رحله اسوان، من طنطا لاسوان في 16 يوم قبل كده. وبتقفوا في اماكن وبتعملوا كامبينج، يعني انا في اولا انا 90% من رحلاتي بتكون 90% رحلات فرديه، و10% بتكون رحلات جماعيه. وليا فخر ان انا اكون عضو من اعضاء جروب اسمه جروب مشوار، هو ده اكبر جروب ترحال في مصر. مؤسسه الدكتور ايهاب حافظ، ده كان لاعب درجات، بدا ان هو ياسس تيم، وبدا ان هو يسافر مع يشجع مجموعه من الشباب. واول تيم انا نزلت معاه في حياتي كان تيم اسمه بايرتس بايك، اتمنى ان هو يعود تاني وينزل على الساحه. تمام. بايرتس بايك هو من القاهره، كان بيعمل رحلات 10-15 كيلو داخل القاهره، اما تيم مشوار هو بيعمل رحلات خارج المحافظات. اوكي. اي حد عايز يبدا ازاي؟ اولا العجل النهارده متوفر بكل الاسعار المناسبه، في اكتر من شركه موجوده على الساحه واسعارهم كويسه. هتجيب عجلة تكون ألمونيوم، يفضل انها تكون ألمونيوم، العجلة بتكون كويسة. هتمرن اولا، العجلة لازم تكون بتحبها، يعني انا عشان اركب عجلة اكون احبها عشان اركب وامشي واسافر بيها. تدريجيا لو انا ركبت ومشيت مثلا 3 كيلو 4 كيلو كل يوم، بعد كده همشي 6 كيلو، بعد كده هتلاقي المسافة بتكبر معايا وانا حبيتها. لان حضرتك اتكلمت في بداية الامر كلام، يعني انا مش عايزين نعيده، فيها يعني مفيده وفيها صحيا معنويا فوائد كتيره جدا. يعني قالت حوالي 10 حاجات كلها حاجات صحيه. انا يعني انا بقيت يعني انبسطت ان هي عملت سيرش وعرفت الدنيا دي فيها ايه. تمام. علاج السكر ملوش علاج، الدراجه اللي هي العلاج بتاع السكر. تمام. الله فعلا. فتدريجيا لما اركب، يعني انا النهارده عملت 3 كيلو في ساعه مثلا، بعد كده هعملهم في ساعه الا ربع، بعد كده هعملهم مش عارف ايه. صح. زي بدايتي في حياتي اول ما بدات من القريه من عند طنطا عملتها في 7 ساعات، النهارده باخدها في ساعه الا ربع. تمام. كل يوم الحلم بيكبر والمسافه بتكبر. تمام. احنا هنتابع معاك بقى احلامك، وتحديدا اللي منها بيتحول لحقيقه وواقع ان شاء الله الفتره الجايه. انت بتعمل حاجه مختلفه، والمهم او الاهم ان انت بتعملها بحب، والشغف باين حتى بطريقتك في الكلام. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا النهارده. ربنا يبارك في عمرك. انا طبعا بشكركم وبشكر كل الناس اللي شجعتني، واشكر والدي ووالدتي وزوجتي، وبشكر الاستاذ عرابه مرجونه وكل الناس، واشكر طبعا قناه الاهلي. انا فرد من جمهور الاهلي، وبالتوفيق لي النهارده ان شاء الله. نورتني يا محمد، وكل التوفيق ليك. انت بتعمل حاجه حلوه، انا مش بجاملك بجد. استمر، حتى لو لقيت صعوبات استمر. السياحه الرياضيه من اهم الملفات اللي المفروض احنا بنشتغل عليها، وراديو الدوله مهتمه بيها. فكل القصه بس ان احنا عايزينك تلمس بشكل رسمي شويه مع الوزارات المعنيه، عشان تقدر حتى يبقى في دعم ليك ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. تحياتنا وسلامنا لاهالينا في بسيون اكيد. احنا هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع، عشان عندنا بقى ملف الكره والاهلي والماتش ان شاء الله، اهلي وسموحه. بعد الفاصل وهنستقبل كمان كابتن محمد حشيش، خليكم معانا.